السلام عليكم ورحمة الله. كل سنة وكلكم طيبين، كل سنة وكل الأمة الإسلامية بخير. معكم شريف من قناتكم الفهد توتوريال. زي ما وعدتكم في الحلقة دي هنعمل الفيديو اللي ناس كتير بتدور عليه ومش عارفين يعملوه ازاي. في الحلقة دي هنتكلم عن ازاي ان احنا نغير التيمبو بتاع الأوديو داخل البروجيكت. من المتعارف عليه أو اللي كلنا عارفينه ان احنا لما بيكون عندنا بروجيكت هو عبارة عن ميدي لسه ما حولناهوش الأوديو، بنقدر ان احنا نغير الزمن بتاعه. لكن لما بنيجي نغير زمن الأوديو بنلاقي مشكلة، بنلاقي ان الميدي اتغير والأوديو ثابت زي ما هو. في الحلقة دي هنعرف ازاي ان احنا نقدر نغير زمن الأوديو. تعالوا نسمع العمل اللي معانا ده. ده عمل اسمه بسيما ميتشو. طبعا العمل ده غني عن التعريف، ده معمول كوانتيت برس. تعالوا هنا نشوف، هنلاقي ان عندنا 2 ترامبت كورنو وترومبون وتوبا باستوبا، وهنا كل دول التراكات دي عبارة عن اوديو. التراك الوحيد اللي عندي الميدي هو البركاشن او الايقاع. الزمن عندنا هنا 130. تعالوا نخلي مثلا الزمن ده بدل ما هو 130 نخليه 115 ونشوف ايه اللي هيحصل. مبدئيا لو بصينا على الشاشة هنلاقي الأوديو ثابت، اللي هي الآلات ثابتة والبركاشن بس اللي غير. تعالوا نسمع كده مع بعض. طبعا الدنيا واضحة. تعالوا نرجعها تاني 130. اوكي، عشان نقدر نغير زمن الأوديو نعمل ايه؟ هنعمل سيلكت على كل الاوديو اللي عندي في البروجكت، ايا كان نوع البروجكت اللي عندك. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ممكن اكون المطرب معايا مغني مقاطع، ممكن اخد المقاطع دي كلها واعلم عليها. خلاصة الكلام ان احنا هنسلك على كل الاوديو اللي عندنا. بعد كده هنيجي على اوديو، ونروح لادفانس، وننزل على اختيار set definition from tempo. Set definition from tempo. في عندنا اختيارين: save definition in project only و write definition to audio file. احنا هنخليه زي ما هو save definition in project only. When you check set all track to musical time pass. لازم نكون مسلكين عليها ونقول له اوكي. بمجرد ما قلنا له اوكي، لو جينا بصينا هنا، تعالوا نبص هنا مثلا في الجزء ده، هنلاقي ان كل تراك اوديو في الجزء اليمين في اخره هنلاقي عليه علامة الموجة، حرف زي W كده. ده معناه ان هو نقدر ان احنا نغير في التيمبو بتاعه. تعالوا نسمع كده تيمبو زي ما كان في الاول. تعالوا بقى نغير، نرجع لنفس 115 اللي لما شغلناها كان فيه مشكلة. بص ايه اللي حصل، الاوديوهات اتمطت والزمن بتاعها اتغير. تعالوا نسمع. يبقى احنا كده بطأنا التيمبو بتاعنا. طيب ما تيجوا نسرع، تعالوا مثلا احنا كنا 130، تعالوا نخليه 140 نشوف ايه اللي هيحصل. يبقى بالتالي اللي احنا عملناه ده احنا نقدر نغير التيمبو سواء نسرعه او نبطئ. زي ما عدتكم حلقة جميلة وناس كتيرة جدا مننا بتدور عليها ولكن مش عارفة تعملها ازاي. هتلاقوا كل جديد في قناتكم الفهد توتوريال. لو عجبك الفيديو ما تبخلش عليا بلايك وشير الفيديو مع كل اصحابك عشان الفايدة تعم علينا جميعا. اهلا وسهلا بيكم معايا، عيد سعيد علينا جميعا، السلام عليكم. Bring it, bring it, bring it out!